أجندة الانتخابات الجزائرية تزيد من حالة الفراغ والانسداد السياسي الذي تمر به البلاد. فللأسبوع 28 على التوالي خرج مئات الطلبة في مسيرات حاشدة ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها قائد الجيش نهاية السنة، وترفض كذلك الحوار الذي تشرف عليه هيئة كريم يونس. العشرات من المتظاهرين رافقوا الطلبة خلال احتجاجهم رافعين لافتات تطالب بإنهاء الحكم العسكري ورحيل قائد الأركان وجميع رموز النظام السابق. وقصد المحتجون المجلس الشعبي الوطني حيث تفتتح الجلسة البرلمانية. تلك الجلسة شهدت مقاطعة واسعة من قبل أحزاب المعارضة التي تدفع تجاه استقالة الحكومة وتطالبها بتحقيق مطالب الحراك الشعبي. في المقابل أبدى رئيس البرلمان سليمان شنين المحسوب على تيار المعارضة أيضاً أبدى دعمه لاقتراح إجراء الانتخابات قبل نهاية العام. تلك التطورات علق عليها رئيس الأركان بأنها شأن داخلي مطالباً بضرورة التوصل إلى حلول دون تعصب أو مكابرة. وتابع في حديث للتلفزيون الجزائري أن تباين وجهات النظر واختلاف الآراء لا يفسد للود قضية، داعياً إلى توظيف كافة الحلول بما يتيح تجاوز الأزمة الحالية بسلام. وكان قايد صالح طلب بإصدار مرسوم يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة في 15 سبتمبر حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية العام. إيلين يوسف، العربية.